السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هذه الشتلة مصابة بديدان النيماتودا، وطبعا النيماتودا وضعت عنه سابقا شروحات كثيرة ومفيدة. وطبعا النيماتودا هذا يقلل امتصاص الماء المحمل بالأملاح الغذائية، فتصبح الشجرة ضعيفة ويظهر عليها مظهر نقص العناصر، لكنه ليس قاتل للأشجار، فيمكن للشجرة أن تعمر طويلا بوجود الإصابة. والذي يؤثر على الشجرة هو مخلفات النيماتودا. النيماتودا تتسبب بحدوث الأعفان والتفحم في الجذور، لذلك الأشجار المصابة لابد أن حنا نحرص باستمرار على عدم حدوث التعفن أو التفحم، وذلك بالري المدروس والأسمدة المدروسة. طبعا هي كائنات دقيقة، المبيدات غالبا ما تنفع معها، وهي تتواجد في الجذور ولكن يمكن أن تتواجد حتى في الأفرع. طبعا الآن بنتعامل مع هذه الشتلة بالطريقة المثلى، قلمنا الجذور وغلمنا المجموع الخضري. الآن نضع كامل الشجرة في الماء الساخن، درجة حرارة هذا الماء 48 لمدة 10 دقائق. الآن نضع الشتلة في الحوض وندفنها بتربة جيدة، تربة نظيفة ومعقمة. طبعا يوجد فيها بعض الخدوش وبعض الإصابات والثقوب، ولأن عندي مادة الجبس جاهزة أستخدمها في سد هذه الفتحات والتشققات. طبعا هذا إجراء غير مهم، ولكن لأنه الجبس متوفر تم استخدامه. طبعا الآن نضع الشتلة، نعمل لها محمية مصقرة مثل هذه من علب الماء لتوفير أجواء رطبة. نشاهد الآن الشتلة بعد أسبوع ونصف بدأت بالنمو، البراعم بدأت تتفتح، أيضا الجذور بدأت بالتمدد كما نشاهد، أي أن العملية ناجحة. طبعا وضعت ماء في قاع العلبة لتوفير رطوبة جوية تستفيد منها الشتلة، ونشاهد الآن وضع الشتلة بعد مدة. لدينا نموات خضرية جيدة، أيضا التربة جافة لأني نسيتها بدون ماء، ولكن لا مشكلة طالما الأجواء الرطبة، يعني ما في تبخر من الأوراق، عطش التربة لا يتسبب في أي مشكلة للشجرة. إذن العملية ناجحة وحصلنا على شتلة سليمة من النيماتودا، وتطبق هذه الطريقة في الربيع وفي الخريف فقط. طبعا في أخطاء يرتكبها البعض إذا لاحظ إصابة بالنيماتودا على الأشجار، خاصة الأشجار الكبيرة. الأشجار الكبيرة اللي عمرها من 4 سنوات وأعلى، هذه ممكن أنها تنمو وتثمر مثل الشجرة السليمة، فقط أضبط لها الري وأضبط السماد. إذا كنا مقبلين على أوقات تنشط فيه بكتيريا التعفن، توقف عن التسميد وقلل الماء. ولكي تفهم ما يحدث بالضبط، أنت الآن شريت شتلة جديدة. طبعا هذه الشتلة الجديدة حتى لو أنت فكيت الجذور وما شفت إصابة بالنيماتودا، قد تكون الإصابة موجودة ولكنها لا ترى، أو أنها ما بعد تضع البيوض في الجذور، لذلك تشاهد الجذور سليمة ما فيها تنفخات ولا تورمات ولا عقد. تتطور هذه الإصابة مع مرور الأيام، تكبر الشجرة عندك، الشجرة تصير كبيرة وممكن أنها تثمر، وفي ظرف أسبوع تلاحظ عليها مظهر التعب
بدأت الأوراق بالاحتراق من الأطراف، ثم تنهار الشجرة بشكل مفاجئ، وذلك بسبب النقص الحاد في الأملاح الغذائية. يعني كأنك زارع الشجرة في الماء الصافي بدون أي أسمدة وبدون أكسجين. تستمر الشجرة في الماء لوقت وهي سليمة، ثم تذبل بشكل مفاجئ. ذبول الشجرة بعد عدد سنوات وهي في التربة بنفس الذبول اللي تكلمنا عنه، هو ليس بسبب النيماتودا. النيماتودا كما قلنا تتسبب في حدوث الأعفان والتعفنات، وأنت تزيد نسبة التعفنات ونسبة التفحم بالعمليات الزراعية الخاطئة، ومنها زيادة نسبة السماد أو زيادة كمية السماد أو التسميد في أوقات غير صحيحة. أيضا زيادة الماء، الأرض تكون مشبعة بالماء باستمرار، وهذا لا يصلح. بالنسبة للشتلات الحديثة، الشتلة يفترض أن جذورها تكون في البداية بنفس هذه الجذور. هذه الجذور الآن أنت ما تعلم هي مصابة أو غير مصابة، لأن الجذور لا زالت حديثة. ولكن هذه الجذور الحديثة سواء كانت مصابة أو غير مصابة، هذه الجذور بعد ما تزرعها في الأرض تنطلق بسرعة. وفي حال كانت مصابة فإن انطلاقة النمو سبقت تطور الإصابة، وبهذه الطريقة تمتلك الشجرة مقاومة ضد النيماتودا. تتطور الإصابة مع مرور الأيام في هذا المجموع الجذري القوي، فتكون المقاومة في المقابل قوية، فيصبح تأثير النيماتودا بسيط جدا. وإذا صادف هذا عمليات زراعية مضبوطة بشكل مستمر، فإن الشجرة تنمو وتثمر بدون مشاكل. طبعا المعالجة بالماء الساخن علشان ما تطبق بشكل خاطئ، لابد أن تكون درجة حرارة الماء 48، ما تتعداها، وتضعها في الماء لمدة 10 دقائق، ما تتعداها. مع ذلك سوف يحدث بعض الضرر على الجذور وعلى الأفرع. بعد ما تنتهي مدة النقع في الماء، تضع الشجرة في مكان بارد ثم مكان معتدل. وإذا وضعتها بعد العملية في مكان حار فإنها تفشل. عاد في الأملاح الغذائية ومشاكل الجذور من أعفان ومن تفحم بسبب زيادة الري، فهي النيماتودا أساسا تعمل على خنق الشجرة، وأنت تساعدها على ذلك بزيادة الماء وبالعمليات الزراعية الخاطئة مثل التسميد. طبعا هذه الشجرة اللي في الفيديو مزروعة شاتلة وكانت مصابة من البداية، وكانت العمليات الزراعية صحيحة، خاصة الري بعد جفاف سطح التربة، والتسميد كان بسيط وفي وقته المناسب، لكن تم زيادة الماء وتم زيادة السماد. زيادة الماء وزيادة السماد واستخدام الأسمدة في غير الوقت الصحيح ساعد النيماتودا على الفتك بالشجر عن طريق تسريع عملية التفحم والتعفن. طبعا الآن نرجع لشتلتنا بعد ما أخذنا معلومات مختصرة عن النيماتودا. طبعا نلاحظ أن الشتلة برعمت، تفتحت براعمها كما نشاهد. الآن نتفقد المجموع الجذري، نشاهد هل نمت لها جذور أو لا. طبعا أولا نعدل التربة لكي لا تتفتت، نحرص على عدم تفتت التربة قدر الإمكان. تم الفتح وكما نشاهد الجذور موجودة.
هذه هي الجذور موجودة، وبإذن الله تكون سليمة من النيماتودة. طبعا إذا كان فيها نيماتودة الآن أو ما فيها ما تقدر أنك تعرف إلا عن طريق التحليل والمختبر والمجهر، أو تتركها حتى تكبر الجذور. هذا، وأتمنى لكم الفائدة، والسلام عليكم.